طاقتك لهذه القراءة؟ أنت هنا إنسان أو شخص حقاني تحب أن تمشي الأمور بطريق مستقيم، وأنت ذو عقل راجح تستطيع أن ترى أطراف النزاع من الطرفين، تحب الحقيقة وتحب أن تعمل كل شيء صحيح، تحب أن تصل إلى لب الموضوع إذا كان هناك أي نزاع، تحب أن تصل إلى لب الموضوع بطرق مستقيمة وسريعة بدون التفاف، وأنت بطاقة عقلية ونفسية عالية، عندك من الذكاء والعقل الشيء الكبير، أنت أيضا تعتمد على نفسك بكل شيء وبأفكارك وبقدراتك ولا تعتمد على أحد، ولا تحب الكلام الذي يحمل أكثر من معنى. أنت ترى الحبيب احتمال بأنه مسيطر عليه أحد امرأة أو أحد من أقربائه، أم أخت أو أحد، أو هناك امرأة في حياته، أو أنه حزين جدا على فراقك، أنه يحبك وحزين على فراقه على الفراق، وربما صدر منك أي كلام كان هذا الكلام كحد السيف، كان قاسيا. هذا الكلام احتمال أن يكون أنت إنسان حقاني، أنت قلت هذا الكلام بقصد الحق وبقصد أنك لا تحب المراوغة ولا الكلام الذي يحمل أكثر من معنى. كما قلت أنت إنسان حقاني، تحب أن تصل إلى الموضوع بطريق سريع، احتمال بأنك جرحت هذا الشخص بكلام قاسي أزعجه، وأنه الآن يشعر بالحزن والكآبة، فهو إنسان شخص جدا يحبك جدا، أنت هكذا تراه. هذا الشخص إما بأنك متزوج منه، أنك في علاقة زواج منه، أو بأنه متزوج من شخص آخر، وهذا الشخص بعيد المنال عنك، أنت لا تستطيع أن تصل إليه، أو أن هذا الشخص هو شخص مشهور جدا، وأنه مبتعد عنك حاليا ومنشغل بأعماله. لنرى طاقتك لهذه القراءة، كما طاقة القراءة بشكل عام، الطاقة العامة. أنت هنا، أنت إنسان حقاني، وأنت ربما قلت كلام قاسي، وأنت الآن نادم على هذا الكلام الذي قلته. ربما أنت تحب هذا الشخص وعندك طاقة حب كبيرة له، وأنت الآن تشعر بالابتعاد، بأنك مبتعد عنه ولا تريد أن تعبر له عن مشاعرك، وتريد أن تنحي العواطف في هذه الفترة جانبا، فأنت معتمد في هذه الفترة على عقلك بشكل كلي، لا تحب أن تكون ضعيف، فأنت تحاول أن تكون قوي، لا عواطفك لا تريد هذه الفترة أن تتحكم بك عواطفك. هذا الشخص ربما كما قلت ربما هو إنسان مشهور، لأنه يظهر في طاقة، هنا يظهر لنا في طاقة النجمة، ربما هو إنسان مشغول جدا ومشهور جدا بعمله، هو إنسان جدا متواضع وطيب وذو طاقة إيجابية، والناس يحبونه كثيرا، محبوب، ربما هو مشهور أو يعمل أعمال إنسانية كبيرة تلقى إعجاب من الناس من حوله، وهو ذو مكانة رفيعة ومنشغل الآن بإنجازاته وأعماله. مشاعرك باتجاه الحبيب، أنت تشعر بأنه إنسان معتدل وسطي، يحب أن يجعل أو يترك الأمور في الوسط، لا يحب الحلول النهائية،
إنسان دبلوماسي، لا يأخذ قرار حاسم إلى النهاية، يأخذ ويعطي. مثلا يقول لك: ما رأيك أن نعمل كذا؟ ليس بالضرورة أن نعمل هذا. فأيضا هذا أيضا جيد. لا أقدر أن أكون كذا لأنني مثلا أنا مشغول، أو لا يعطيك حل نهائي، وأنت بطبعك تحب في هذه الطاقة، تحب الأمور بشكل دايركت مباشرة. أنت تريد أن تصل إلى هدفك مباشرة. أنا أريد كذا، ما رأيك في الحصول؟ فهو لا يناسبك في هذه الطاقة. هو كثير تردد، يوازن بين الأمور كثيرا، لا يحاول أن يعطي الأمور أو الوضع، يصل إلى الوضع إلى النهاية. دبلوماسي، يحب الأمور الوسطية فقط. أنت هكذا تشعر به، وهو يشعر بك بأنك إنسان حقاني أيضا، كما هذه الورقة أيضا. هو يشعر بك بنفس الطاقة، أنت إنسان حقاني وتحب العدل وتحب المساواة وتحب أن تعطيه كما تأخذ، وأنت طالب منه العدل، طالب منه أن ربما كان بينكما أموال أو حقوق، لك حقوق عليه وأنت تطالبه بتنفيذ العدل، أو ربما بينكما أطفال، أي أنت وهو ربما تكونان في علاقة زواج وأنت تطلب منه العدل والمساواة وإنصاف أبنائك في أموالك وفي رعايتهم. ربما تكون أنت مبتعد عن أبنائك وعنه ومقصر في حقهم ومبتعد عنهم في هذه الفترة بسبب أعمالك وأشغالك الكثيرة، وهو والحبيب يطالبك بهذا الحق وأنت هكذا تراه. نواياه القادمة، هو احتمال بأنه يريد أن يأخذ قرار بين أمرين. هو محتار بين أمرين، يحاول أن يوازن أموره. ربما محتار بين أمرين، بين شخصين، بين خيارا في حياته، ربما بين في العمل وبينك وأبنائه وعمله. هو جدا محتار ويحاول أن يأخذ القرار بالسرعة، ولكن هو متواصل معك بالروح، مبتعد عنك في هذه الفترة ربما لكي تكون خياراته صائبة. فهو إنسان كما قلت لا يأخذ قراره بشكل سريع، لكنه يأخذ فترة بالتفكير، يحاول أن يوازن أموره ليعطيك القرار الصائب. ينوي في هذه الفترة، كما قلت، هو ربما يكون إنسان مشهور ومعتمد، وفي هذه الفترة مشغول بأعماله، وهو الآن ينوي السفر إلى مكان آخر، يحاول أن يتابع أعماله ويعتمد على ويكمل مشاريعه في هذه الفترة، أو يحاول أنه أو احتمال آخر بأنه في هذه الفترة سيحاول الابتعاد عنك، لعل الأمور تهدأ بينكما، أو أنه في حالة زواج آخر، في حالة زواج آخر، أو قد ذهب مع امرأة أخرى، أو مع زو أو ذهبت مع رجل آخر، إذا كان طبعا هذه القراءة تنطبق على الذكر والأنثى. هذا أكثر من احتمال، فهذا أكثر احتمال، احتمال أنه يكون محتار بين خيارين، والخطوة القادمة بأنه يريد في هذه الفترة أن يبتعد قليلا، يأخذ فترة قسط من الراحة، ويحاول التواصل مع روحه الداخلية لكي تكون القرار صائب، أو بأنه سيريد الابتعاد عنك في هذه الفترة، أو
يريد أن يكمل كما قلت مشاريعه وأعماله، فهو احتمال بأنه يكون شخص كثير السفر، أو في هذه الطاقة أيضا أنت تشعر بأنه حزين، فهو في حياته احتمال بأنها تكون امرأة مؤثرة في حياته، امرأة لها عليه التأثير الكبير، وربما يريد أن يأخذ قرار بشأن هذه الامرأة، ربما تكون هذه والدة له، والدته، وهو لا يستطيع التخلي عنها. نتيجة هذه القراءة أو مصير هذه العلاقة في العشر أيام هذه الانتظار والترقب. احتمال بأنه يكون قد بدأ في مشروع عملي وأموال ووضع كل ما يملك في هذا المشروع وينتظر نتيجة ما وضعه أو ما قام به. هو لم يحصد حتى الآن إلا شيء البسيط وينتظر النتيجة. فأنت ربما تكون قد طلبته بحقوق لك وهو ينتظر